تبارك الله هذا المعرض عطى واحد الاكله ديالو كبيره، لان كاين عندنا تبارك الله داز واحد العدد المعارض. كان داز عندنا معرض الجعد ومعرض السوق في قائم صالح، وباقي عندنا معرض ان شاء الله في قنيفره ومعرض في ازيلان. هاد المعارض اللي كتشوفوا اليوم تبارك الله ما يفوق على 80 عارض من جميع الجهات، لان كاين بني ملال قنيفره وكاين وعدد واحد الجهات، كل من وجده، كل من درعة فيلال، كل من الريصاني ارفود، واحد العدد ديال العارضين. عندنا هنا تقريبا ما يفوق 60 رواق، ولكن اضطرينا باش يكونوا العدد العارضين ما يفوق من 80. علاش؟ لان عقبنا اضطرينا باش نديروا كل رواق نضموا فيه جوج عارضين. ولله الحمد كما كتشوفوا ولله الحمد المعارض غادي مزيان ناشط، كاين الرواج. الهدف من هادشي كله وهو الرواج. هاد المعارض علاش كيتخلقوا؟ لاجل الرواج، لان دوك الناس اللي كيجيو مساكن من عدد الجهات، لان هنا هاد المنطقه عندنا كاين فيها واحد شويه الرواج، ورواج كبير ماشي شويه. ولله الحمد كما كتشوفوا المعرض ناجح امتياز، وتبارك الله راه ماشي سهل هادشي ولله الحمد. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.